زيادة في أسعار مختلف المنتوجات خاصة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك منها هو ما تلتمسه جلياً وأنت تتسوق في مختلف المساحات التجارية. فنسبة التضخم سنة 2020 بلغت 2.4% وستحافظ على نفس الاتجاه التصاعدي إلى غاية 2023، ومن المتوقع أن يصل في المتوسط إلى 4.59%. السنة الجديدة 2021 شهدت زيادات في مختلف أسعار المواد الغذائية وحتى مواد المواد التجميل وغيرها. زيادة شملت الحبوب، حتى نقولوا أن الحبوب زيادات هي موسمية في وقتها، ولكن شملت يعني توافقت مع الزيادات في المواد الأخرى. عندنا في المواد السميد يعني كان بعض الماركات اللي زادت فيها الأسعار وبشكل كبير، يعني واحد الماركة باش ما نقول ما ندخلوش الأسماء، يعني كانت سعر السميد اللي 2 كيلوغرام كان 155 دينار، يعني ارتفع حتى 220 دينار، وكاين بعض الماركات اللي ما زادتش. السيدة وردة تعاني من مرض السيلياك، فبعد معاناتها خلال الجائحة من ندرة المواد الخاصة بهم، ها هي اليوم تتفاجأ بارتفاع أسعار هذه المواد. مدخل ماهوش بزاف، وما البريد تاعهم يعني طالع شوية. كان يامت قبل هذو العامين كان شوية يعني البري ناقص، ودوكا هاو زاد من الكورونا لهنا زاد. كيما هذه كانت 13.500، هي دوكا 15، زاد سيري برودوي كاين بزاف وما فيهمش بزاف. انخفاض قيمة الدينار، ارتفاع تكاليف المواد الأولية على المستوى العالمي والتكاليف اللوجستية من بين أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات. كاين بعض المواد ارتفعت، علاه؟ قلنا كاين تأثير الجائحة. أولا ارتفاع أسعار النقل البحري، مثلا نعطيك مثال، كان بما يسمى بالكونتينر بالعامية الحاوية تاع 40 بي دير 4000 دولار تقريبا، اليوم صبحت لحقت المستويات مرتفعة جدا، لحقت 14000 دولار. الأمر الثاني وهو ارتفاع المواد الأولية على مستوى البورصات العالمية. الأمر الثالث وهو الانخفاض النسبي للدينار مقارنة بالعملات الصعبة. خفض قيمة الدينار وتداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا معطيات أخرى تجعل القدرة الشرائية للمواطن في تراجع مستمر، ما يستدعي إجراءات خاصة لتدارك الوضع.